مطلبنا اللي هو الثورة عهد ووفاء. نحن مستمرين بثورتنا وبعد 10 سنين ومكملين. هدفنا هو محاكمة العصابة الأسدية ومحاسبتها وأسقاطها ومنح الحرية للشعب باختيار قائده من ضميره الشخصي من حريته الشخصية. طبعاً ومنقول لأستان وسوتشي وللمجتمعين والمؤتمرين اللي عم يدعوا تمثيله للشعب السوري هنو ما بيمثلوا حتى أنفسهم ولا بيمثلوا الشعب السوري ولا بيمثلوا الشارع السوري. هنو عبارة عن خواني عملاء ما بيمثلوا حتى أنفسهم. لكن نزف شهود ونستمر طول الأمد. لكن نصرف الحرمة ثابت.